لازلنا معاكم في فقرات برنامج إشراقة كويتية، وهذه الحلقة المتزامنة مع قمة المستقبل اللي تنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكيد تعتبر هذه القمة يعني منصة للخبراء نوف ولكل قادة العالم أنهم يناقشون عدة قضايا، نعم. قضايا تهم الناس جميعا ويحطون لها أيضا حلول مستدامة تساعدنا في المستقبل القريب، وأيضا راح نعرف شنو الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية. لكن هذه المرة راح نوقف عند الجانب الاقتصادي لمناقشة أبرز المحاور في قمة المستقبل مع ضيفنا رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مشاري العبد الجليل. صباحك الله بالخير ومنورنا اليوم أستاذ مشاري. صباحك الله بالنور ومشكورين على الاستضافة ونتمنى التوفيق في هذه المقبلة. حياك الله. ودنا في البداية يعني تكلمنا عن شلون كون القمة نوع من المنصة اللي يناقش فيها عدة قضايا، لكن ودنا نعرف شنو أبرز أهدافها. نعم، بالنسبة للقمة هي قمة أنا أراها اقتصادية بالدرجة الأولى، قمة راح تجمع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى المنظمات الدولية والشركات الاقتصادية الكبرى ومنظمات المجتمع المدني. يمكن الكويت لبت هذا النداء على أعلى مستوى بتمثيل عالي المستوى برئاسة سيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وبالإضافة إلى الأخوة الوزراء كل في اختصاصه. تركيز هذه القمة على القضايا الاقتصادية وإنشاء منظومة اقتصادية دولية تتعاون فيما بينها لتحقيق مستقبل أفضل. نعم أستاذ مشاري، ودنا نتكلم شوية عن الإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق الاستدامة. نعم، بالنسبة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بداية هو ضمان التمويل القائم للدول النامية. يمكن الكويت سباقة في هذا المجال منذ عام 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. هذا الصندوق التي تدعم فيه الكويت الدول النامية بتوفير المشاريع التنموية في هذه الدول عن طريق قروض طويلة الأجل، قروض ميسرة تبني بنية تحتية في هذه الدول، كذلك توفر لها أنشطة استثمارية تدعم اقتصاد هذا الدول في الدرجة الأولى. الموضوع الثاني هو الاقتصاد النظيف أو بما يسمى الاقتصاد الأخضر. أيضا الكويت سباقة في هذا المجال. يمكن خلينا نتكلم عن آخر مشروع قامت فيه الكويت، هو شراكة خليجية بين دولة الكويت وسلطنة عمان، وهو مصفاة الدقم. مصفاة الدقم يعني صحيح هو أعلى شراكة خليجية منذ تأسيس دول مجلس التعاون، نعم. بقيمة 9 مليار دولار أمريكي. هذا المشروع يأتي بنفس هذا السياق، مشروع يتكلم عن الوقود النظيف وتعزيز شراكة اقتصادية، وكذلك يتواصل هذا المشروع مع الأسواق العالمية، الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية بتوفير هذه النوع من الطاقة. نعم. بما أنك أستاذ مشاري يعني كلمتنا شوي عن السلام الاقتصادي أو الاقتصاد الأخضر مثل ما قلت، ودنا نعرف أكثر منك خصوصا أن الاقتصاد والسياسة وجهان يعني لعملة واحدة نوعا ما، نعم. لكن منو يقود الثاني؟ نعم، السياسة والاقتصاد مترابطين وكل منهم يؤثر على الآخر بشكل أو بآخر. خلنا نضرب مثال. فضل. بداية أي يعني مشكلة سياسية تحصل في أي العالم مثل الحروب مثل الكوارث يؤثر دائما هذا على الاقتصاد، يؤثر على سلاسل التمويل التوريد عفوا، يمثل على أسواق البورصة العالمية. بضرب أكثر من مثال، مثلا بالنسبة لسلاسل التوريد، الحرب اللي القائمة في اليمن أثرت على اللوجستيك أو النقل البحري. لاحظنا كثير من شركات النقل اتجهت إلى رجاء الصالح وابتعدت عن قناة السويس، ويعني ابتعدت عن الطريق اللي كانوا يأخذونه في السابق. كذلك العكس، الاقتصاد يؤثر على القرارات السياسية.
شفنا هذا المثال في أزمة كوفيد 19 كورونا، كانت القرارات السياسية تأخذ بحذر لعدم تأثيرها على المشاريع الصغيرة. أي قرار تأخذه الدولة يجب مراعاة الجانب الاقتصادي فيها قبل أخذها. نعم أستاذ مشاري، من شوي تكلمت عن الاقتصاد النظيف. نعم، يختلف عن السلام الاقتصادي، كيف يختلف الاقتصاد النظيف عن السلام الاقتصادي؟ هم مكملين لبعض. لما نقول اقتصاد نظيف يعني نتكلم عن الجرين انرجي، نتكلم عن الوقود النظيف، نتكلم عن المشاريع الاقتصادية التي لا تؤثر الصديقة على البيئة. للبيئة. إنزين، صديقة للبيئة. نعم، نعم بالضبط، صديقة للبيئة، لا تؤثر على البيئة، لا تضر بالبيئة. بالنسبة هذا بالنسبة للاقتصاد النظيف. العفو، الثاني هو السلام الاقتصادي، السلام هل له علاقة بالنزاعات؟ نعم، مثلا وغيرها. نعم، السلام الاقتصادي هو إيجاد اقتصاد يعزز السلام. نتكلم في هذا الجانب أن أي مشاريع اقتصادية، أي ترابط اقتصادي، لما يكون في علاقة اقتصادية بين دولتين أو علاقة اقتصادية بين منظمات ودول، الفكرة من ذلك هو إيجاد سلام اقتصادي، هو تعزيز السلام الاقتصادي. متى ما كان هناك مصلحة مشتركة بين طرفين، أكيد راح يكون بالجانب الآخر تعزيز للسلام الاقتصادي بين الدولتين. إذا عندي مصلحة اقتصادية مع طرف، أكيد راح أطمح أن السلام يكون دائما موجود بيني وبين الطرف الآخر لتعزيز هذا المفهوم. يعني تحقيق عائد اقتصادي. نعم، دون ضرر بالسلام والعلاقات بين الدول. بالضبط، العائد الاقتصادي يأتي من الترابط الاقتصادي بين الدولتين، هذا راح يؤدي بالنتيجة بالأخير إلى سلام اقتصادي بين الدولتين. متى ما وجد السلام نمى الاقتصاد وتعزز مفهوم الاقتصاد بين الدولتين. العديد من النزاعات، عفوا فجر، العديد من النزاعات في العالم قامت بسبب أن دولة مصالحها الاقتصادية مرتبطة بالضرر بمصالح دولة أخرى. نعم، فيعني ياريت الكل يمشي على هذا. أنا بذكر لك أكثر من مثال. مثلا الحرب الروسية الأوكرانية. نعم، ومدى تأثيرها على الاقتصاد. أولا يمكن رأيناها في موضوع أسعار القمح. نعم، إنزين، واتجاه العديد من الدول إلى تأمين المخزون الغذائي لها. كذلك بعد ذلك، بعد أزمة القمح دخلنا في أزمة الغاز، أزمة الغاز الروسية، وانقطاع سلاسل التوريد التي كان يستفيد منها الدول الأوروبية. فاتجهوا الدول الأوروبية بالسلام الاقتصادي إلى دول مجلس التعاون. الكويت كان لها التزام دولي في توفير الغاز المسال عن طريق مصفات الزور، وكذلك عن طريق مصفات الدقم اللي تكلمنا عنها قبل قليل. فالسلام الاقتصادي أو الحروب الاقتصادية ومدى تأثيرها على أي قرار اقتصادي في المستقبل، هذا شيء لازم يتم مناقشته في القمة، ويجب إعطاء مثل ما نقول رسائل تطمئن إلى الدول عامة بأن المستقبل راح يكون مع السلام الاقتصادي. جميل. ففي ظل كل هذه التوترات السياسية والحروب، اللي إذا بنتكلم عن الحروب في أكثر من حرب صار لها أكثر من سنة. صحيح. فوين قاعد يتجه الاقتصاد العالمي؟ نعم، الاقتصاد العالمي يتأثر في مثل هذه الحروب. بضرب مثال، مثلا الأسواق العالمية تتأثر في أي حرب اقتصادية، أي تخوف اقتصادي يؤثر على البورصات العالمية، كذلك يؤثر على البورصات الذهب، الناس تتجه إلى الذهب كملاذ آمن في أي حرب اقتصادية. الجانب الآخر يؤثر على أسعار التضخم، يمكن المثال الحي لذلك دول أمريكا الجنوبية، كثرة تغير الحكومات هناك أدت إلى تضخم عالي، بحيث أن تشوفين الناس الأوراق النقدية أو العملة المحلية يصبح لها ليس لها قيمة. أي قيمة؟ تشوفون الناس يتعاملون بالأكوام من المال لشراء حاجياتهم اليومية. هذا جانب. الجانب الآخر، البنوك المحلية، الأزمة اللي حصلت في لبنان، عدم ثقة المواطنين في النظام المصرفي. نعم. هذا ما يسبب إلى تدافع الناس إلى هذه البنوك لسحب
مدخراتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية. فأي حرب، أي أزمة اقتصادية، كل دولة لها طريقة في التعامل معها، إن كان بمعالجة التضخم أو بمعالجة النظام المصرفي. إذن شنو النقطة اللي ممكن يجتمعون فيها في القمة القادمة؟ نعم، القمة القادمة أول شيء لازم مثل ما قلت يعطون رسائل تضمينية لهذه الدول. الموضوع الآخر هو التزام الدول المانحة أو الدول المتقدمة في إعطاء الدول النامية هذا الالتزام بأن سندعم اقتصاداتكم، سنقلل من الفجوات اللي بيننا وبينكم، و يعني سنلتزم بالقرارات القادمة من هذه القمة. نعم أستاذ مشاري، خلينا شوي نسولف عن الفرص الاقتصادية الواعدة. نعم. الجميع يبحث عن فرص اقتصادية جديدة. نعم. جميع الدول تتجه إلى اقتصاد جديد وواعد. نعم. فهل هناك فرص اقتصادية جديدة وواعدة تنطوي عليها القمة؟ بداية أتكلم عن دولة الكويت. دولة الكويت دولة سباقة في هذا المجال عن طريق الصندوق السيادي الكويتي. الصندوق السيادي اللي وفقا للتقديرات تعدينا عتبة 900 مليار دولار. هذا الصندوق يستثمر في جميع دول العالم ويدعم المشاريع التكنولوجية والمشاريع المتطورة، وكذلك يركز على أي مشاريع مبتكرة تنمي من الاقتصاد. القمة طبعا تناقش هذا الأمر، ويمكن كلنا رأينا في الأخبار وتابعنا في الأخبار اللقاءات التي قام بها سمو ولي العهد قبل بداية القمة بالجلوس مع مع ممثلي أكبر الشركات العالمية. الكويت دائما تستثمر في الشركات الكبرى، والكويت رائدة في هذا المجال منذ قديم الأزل. القمة هي فرصة للتواصل مع جميع دول العالم وكذلك مع جميع الشركات الكبرى بتوفير مناخ استثماري لهذه الدول وتعزيز الاقتصاد وتوفير اقتصاد مرن قادر على مواجهة أي تحديات مستقبلية قادمة. نعم. اقتصاد مرن، هل ممكن للاقتصاد المرن أنه فعلا يعالج هذه الأزمات الاقتصادية اللي مثل ما أعطيتنا عدة أمثلة على دول قاعدة تعاني اقتصاديا وأيضا دول في الطريق إلى هذه المعاناة للأسف، فهل هذه الحلول فعلا واقعية؟ بداية إذا كان في التزام دولي من جميع الأطراف في تعزيز اقتصادات الدول النامية ومعالجة الاختلالات اللي موجودة، طبعا راح نشوف النتائج اللي ترضينا. كذلك موضوع الشفافية وموضوع تعزيز الشفافية، شفافية المعلومات، شفافية الأرقام التي تخرج من هذه الدول لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الموجودة عندهم معالجة سليمة حتى في ظل الظروف الراهنة. في ظل الظروف الراهنة إذا لم يكن هناك تعاون دولي تلتزم فيه جميع الدول الكبرى لن نرى النتائج المرجوة، ولكن قمة في هذا الحجم وتمثيل دولي بهذا الحجم من جميع الدول نتمنى أن نرى بالمستقبل القريب آثار إيجابية لهذه القمة. نعم. أستاذ مشاري، كونك أنت رئيس جمعية الاقتصادية أكيد لك تحليل ورأي خاص فيك. نعم. ما رأيك بالنظام المالي العالمي الحالي؟ نعم. وهل يحتاج تصليح؟ النظام العالمي الحالي خلينا نقول على الصعيد شخصي أقول يعاني من عدم المساواة. أنا أشوف أن كثير من دول العالم مو قاعد تأخذ فرصها، الحروب قاعد تؤثر عليها، انقطاع سلاسل التوريد قاعد تؤثر على اقتصاداتها. نحتاج إلى اقتصاد أكثر مرونة، نحتاج إلى اقتصاد أكثر شفافية، نحتاج إلى تطبيق مسائل الحوكمة بالتساوي جميع الدول. يجب أن يعي العالم، يجب أن تتضافر الجهود بين الدول المتقدمة لدعم اقتصاد مستقر، اقتصاد مرن. بعد ذلك نتحدث عن
تنمية الاقتصاد ومدى الموضوع، ليس فقط في تمويل هذه الدول، لا، الموضوع في دعمهم سياسيا، الموضوع في دعم استقرارهم، الموضوع في إيقاف الحروب التي قاعد تحصل، بعدها نتكلم عن ذلك. يعني نرى ذلك بألم في حرب القائمة على غزة. يعني أنا أعتقد أحد أهم المواضيع اللي يجب مناقشتها في هذا المؤتمر موضوع غزة وإعادة إعمار غزة، ويعني بداية بالبنية التحتية، بداية في إيقاف الحرب، بعد ذلك الالتزام الدولي في موضوع البنية التحتية وإعادة إعمار غزة للمستقبل. يعني طبعا نتمنى أن يتم إيقاف النار في البداية، ومن ثم نفكر في الإعمار. هدفنا الحين والموضوع الشاغل هو إيقاف النار. صحيح صحيح 100% أتفق على ذلك. لكن أيضا من أهداف القمة، يعني أعطيتنا عدة أمثلة وعدة رؤى، لكن هل تشوف أنه بالإمكان فعلا إيجاد أنظمة مالية تخدم كافة الدول؟ يمكن أعطيتنا شوية رؤوس أقلام عن هالموضوع. الأنظمة المالية مثل ما قلت لك، يعني القمة ما راح تحل المشاكل بيوم وليلة، ولكن راح عادة بعد هذه القمم تطلع تعهدات دولية في منح الدول يعني التمويل المطلوب للنهوض باقتصادها. الكويت دائما سباقة، وأنا على يقين يعني من تخرج نتائج القمة راح تلقين دولة الكويت في صدارة الدول، أولا في الالتزام بالقرارات الدولية، ومن جانب الآخر الالتزام في تمويل أيا من القرارات الصادرة في مثل هذه القمم. نتمنى يعني نشوف نتائج إيجابية لهذه القمة في المستقبل القريب، وكل ثقة يعني بأن الكويت ستكون في صدارة الدول تطبيقا لهذه القرارات ودعما لهذه القرارات، تطبيقا والتزاما أكيد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. آمين. أستاذ مشاري، يعني لما نتكلم عن قمة المستقبل لابد أن نتكلم عن أهم المواضيع التي تشغل العالم حاليا، المواضيع المناخية والبيئية والاستدامة. نعم. من هذا القبيل طبعا. نعم. فيعني هل سيتم معالجة هذه المواضيع وطرحها؟ نعم، المواضيع المنظورة حسب قراءاتنا، أول شيء موضوع الطاقة المستدامة والجرين انرجي اللي هي الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة. كذلك القمة تتكلم عن موضوع توفير المياه في جميع دول العالم، وكذلك تتكلم عن المخزون المعادن والطاقة. يعني إن شاء الله بعد هذه القمة راح نشوف قرارات تساهم أول شيء في الحفاظ على المناخ يعني التقليل من الانبعاثات الكربونية، كذلك موضوع المياه ودعم الزراعة ودعم التنمية الزراعية في هذه الدول، وبالأخير التعدين والحفاظ على الاحتياطيات اللي موجودة في الدول النامية من ناحية وساعات تعرف شيء يخليك تحس أنه زين هذا سبب هذا. نعم. يعني مثلا دعم الزراعة. نعم. أوكي، يعني عشان تدعم الزراعة أنت محتاج أنك تحرق الغابات. نعم. أحرقت الغابات راح يتم فيه انبعاث غازات. نعم. وإذا صار فيه وهم راح الحيوانات تهاجر. نعم. أو البعض منها ينقرض. نعم. فهذه هي دائرة ودائما نسمع بالمؤتمرات. نعم. كلام حلو. نعم. ولكن على أرض الواقع ما نشوف غير هالحرائق وهالزيادة المحاصيل، وطبعا التجار. نعم. يعني من يشوفون هذه الأرض تصلح أحرقها على. نعم. طول ما يهمهم إلا البزنس مالهم. نعم. فما أدري شنو رأيك. هي منظومة معقدة بالتأكيد. نعم. أتفق وياك أنها منظومة معقدة وليست سهلة، ولكن يعني بالنسبة للطاقة الناس قاعد تتجه إلى الطاقة النظيفة، تبتعد عن الطاقة اللي معتمدة على الاحتراق الكربوني واستخدام الوقود الحيوي والاتجاه إلى الوقود البيئي. بالنسبة للزراعة التقليل من قطع الأشجار، زين، يعني النتائج هذه راح تؤدي إلى تقليل الحرائق، تعديل المناخ، ويعني توفير المياه أو الري خلينا نقول الذكي وما إلى ذلك. يعني الجانب البيئي جانب كبير، وأنا
يعني أفهم هذا التخوف أن بعض القرارات يعني تعالج جانب معين ولكن تسيء إلى جانب آخر، ولكن بالنهاية يعني مثل هذه القرارات يجب تطبيقها بدقة وبعد ذلك نرى النتائج مع بعض. نعم. ومن هذه القرارات ودنا نعرف منك أستاذ مشاري، ما هي الآمال والتطلعات المرجوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد هذه القمة؟ نعم. بداية في يعني إيجاد نظام اقتصادي مرن يتعامل مع جميع الـ 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 الأحداث التي ستأتينا بالمستقبل، هذا بالبداية. الموضوع الثاني توفير تمويل منتظم إلى الدول النامية، يجب أن تخرج هذه القمة بتعهدات دولية لتوفير تمويل للدول النامية تعزز اقتصاداتها بالمستقبل. احنا ما نبي بالمستقبل يعني فقط نعطي منح مالية لهذه الدول، لا، نبي هذه الدول تنشئ اقتصادات قوية تقدر تعتمد على نفسها بالمستقبل. الموضوع الأخير الموضوع اللي تكلمنا عنه توه، إيجاد حلول واقعية للمشاكل المناخية اللي موجودة. فأنا أعتقد هالثلاث قرارات يجب أن تخرج فيها القمة. أعتقد العالم كله بانتظار هذه القمة وهذه القرارات. كل الشكر لك مشاري العبد الجليل رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، كان معنا في هذا الحوار الشيق صراحة نوف. نعم، استمتعنا في الحديث عن الاقتصاد ونتمنى أن يكون المستقبل مشرق اقتصاديا وبيئيا كذلك. شلون اثنينهم مع بعض بنشوف عاد. إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية، مشكورين. حياك الله. وأكيد راح نكمل معاكم باقي لقاءاتنا وباقي فقراتنا لليوم من حلقتنا في برنامج إشراقة كويتية، لكن من بعد هذا الفاصل خلكم معنا. نعم.